احلى بنات واحلى فلوس. ها تيجي ادلعك. يلا يلا نكمل الطبخه اللي نفسك فيها يا عمر. اه يا يسو. ويسو، هو انت زعلان عشان انا كسبت احسن لعيبه مع اننا وانت كنا مع بعض لحد اخر المهمه؟ اوعي تقولي كده، ده انا بفكر ادي اللعبه جائزه افضل لعبه عشان اديتك جائزه افضل لعيبه. ايه رايك بقى؟ هاتي لحمه وشايف الملوخيه. يلا انت كويسه؟ اه بشهق. اه ماشي شاي تاني بقى بالراحه. حلو قوي. قولي لي بقى يا يسو، انت ناويه تعملي ايه بالمليون ونص دول؟ بفكر ادي تلت لاكتر شخص ليه فضل عليا في حياتي وفي اللعبه وفي الدنيا كلها. ده الاحراج ده بقى، على فكره مش لازم كل الفلوس. كوكي حبيبتي. كوكي؟ كوكي، تخيلي يا وسيم دعتلي قبل المهمه وقالت لي يا رب يا مامي تكسبي وتطلعي احسن لعيبه وحصل. تخيلي يا وسيم. ربنا يخليها لك ويخليها لك. وهدي تلت لاكتر شخص كيوت وقمر ودبدوب الحب. دبدوب الحب بجد؟ بس على فكره مش دبدوب، انا ناوي برضه اكرم. لازم حبيبي اكرم، وهفتح لي بيهم حساب في البنك. اكرم دبدوب الحب وبياخد نص مليون جنيه. وفي ناس فاكره بقى ان انا نسياهم ومفكرتش فيهم مع اني لسه فاضل تلت. انا قلت بقى ناسيه بقى ومش فاكره خالص، كانوا هيزعلوا لسه. ارنوب يا حبيبي. ارنوب؟ ايوه، وهجيب له بقى لعب كتير وهدوم صغيره وسرير صغير كده، هدلعه جامد. مالك يا حب، في ايه؟ لا مفيش، انا بس اللحمه اصلها بتشد شويه. انا زي اللي في الفل يعني، مفيش حاجه. زي اللي في الفل؟ وسيم انت لما بتتلخبط في الكلام بتبقى زعلان. هو انت زعلت مني عشان وانا بشقى في الملوخيه تفتفت فيها؟ لا تفتفت ايه يا اسراء، مفيش حاجه. لا براحتك طبعا يعني. يسو، انا ترتيبي رقم كام في حياتك؟ انت مالكش ترتيب في حياتي عشان انت كل حياتي. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي على فكره. وانا بوزع الفلوس عليهم بقول لهم ان كل الفلوس دي بمجهود وشطاره احسن لاعب في الدنيا اللي هو باباهم. بقول لك يا وسيم، دخل اللحمه في الثلاجه واقفل على الملوخيه. طب والغدا؟ انا عازمك على الغدا بره، هروح اجهز بسرعه. ماشي. كده كده كنت هعرف اكل الملوخيه بعد ما تفتفتي فيها. انت يلا انت يلا، بقول لك ارجوكي ما تفتحيش الباب، مش عايز الجيران تشوفني وانا كده. طب لو مش عايزه تفكيني اربطيني جوه في الاوضه. مش هفكك، مش هفكك غير لما تقولي مين اللي كسر الشاشه، انت يا عاق ولا ابوك التافه. خير يا عبير؟ لا مفيش حاجه، سلام عليكم. هو ايه اللي خلاص مفيش حاجه وسلام عليكم؟ امال بترني الجرس ليه؟ بتلعبي؟ لا والله العظيم ما بلعبش، اصل ماما تعبانه ورايحه ابص عليها يعني، وعزمي جوزي معهوش مفتاح الشقه، فقلت يعني عدي عليكي اسيب لك ال 5000 جنيه دول تديهم له علشان هو كمان محتاج يصلح العربيه بتاعته. خلاص انت هتحكي لي قصه حياتك، ايه الاسره المفككه دي؟ وسلامه مامتك وسلامه عربيه عزمي. بصي لاجل الامانه يعني، امبارح بالليل سمعت استاذ مازو بيقول يس، بعديها بشويه جه كريم قال يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود، تقريبا كده يعني. لما قال يس هو شاف حاجه فرحته، بعديها لما قال يا نهار اسود ده من كتر فرحته يعني كسر الشاشه. برافو يا مدام عبير، يا ريت بقى تفضلي راميه ودانك عندي على طول هنا في الشقه. وانا على طول رامياها، من يومين كده سمعت كريم بيكلم مع استاذ مازو. يا ستي انت لسه هتحكي لي قصه حياتي. ولا بشعر امك الحلو ده قولي التحليل اللي الوليه دي قالته صح؟ انا هعترف لك بكل حاجه. اعترف. بابا من يومين ضغط عليا العبه بلاي ستيشن، فقام هو جاب جون في الوقت بدل الضايع وكسبني، فمن الفرحه ايده نطرت الدراع فالشاشه اتكسرت. ده انا اللي هكسر جمجمتك انت واللي خلفوك.